سلام المسيح للجميع نحن مع بعضنا اليوم للأحد الواحد وعشرين من السنة باء واليوم وصلين لنهاية هالتعليم الطويل اللي أعطاه يسوع في المجمع بكفر نحوم عن خبز الحياة ليش الكنيسة أعطيتنا كل هالأسابيع نسمع هذا التعليم من يسوع لأهمية الإفخارستية بحياتنا كمسيحية ولكن انتبهنا بكل هالاسابيع اللي سمعنا فيها كلام يسوع انه كان يسوع عم بيقول اشياء صعبه من اكل جسدي وشرب دمي فله الحياه الابديه بيقولنا القديس يوحنا بنهايه الفصل السادس انه كثير من الناس اللي كانوا عم يتبعوا يسوع لما سمعوا هالكلام وقفوا يتبعوه ويسوع بيسال تلاميذه بيقول لهم افلا تريدون ان تذهبوا انتم ايضا مثل ما الباقيين راحوا لانه مش قادرين يفهموا الحكي اللي عم بقول لهم يعني. وبيجاوب بطرس وبيقول: يا رب الى من نذهب وكلام الحياه الابديه عندك ونحن امنا وعرفنا انك قدوس الله. انا بحب كثير هالجواب يلي بيعطيه بطرس ليش؟ لانه جواب بطرس هو جواب كثير عملي وواقعي. بطرس ما قال ليسوع نحن طبعا فهمنا كلامك كله من هيك رح نكمل نتبعك لا لا بطرس وباقي التلاميذ كمان هن ما فهموا عن شو عم بيحكي يسوع ولكن المنطق تبع بطرس هو التالي بيقول طب ما نحن نحن ماشيين معك ونحن شفناك وسمعنا كل كلامك انت معلم رائع يا يسوع انت عم تعمل كمان عجائب غيرك ما عملوها ايات حتى أقامت اشخاص من الاموات اليوم قلت كلمه صعبه لاننا مش قادرين نفهمها خلينا نأخذ وقت نحن بدنا نكمل نتبعك ويمكن شوي شوي هالحكي اللي قلتنا اياه اليوم بنفهمه مع الوقت اخوتي لما نحن بنقرب من الله اوقات في اشخاص بيقولوا طب لا هذا الكلام مش منطقي نحن خلص ما بدناش نآمن بدك كتير تواضع العلاقة مع الله مش كل شيء بفهمه دغري اوقات في اشياء بدي احتاج اامن فيها وامارسها حتى لافهمها بعدين هالشيء على على العموم هو مش بس بالعلاقه مع الله حتى بعلاقتنا مع بعضنا البعض بتعرفوا اوقات اول لما شاب بنت بيتجوزوا مع بعض اول شيء بيكون كله سهل وواضح وبعدين بتبتدي مشاكل بهالدنيا مش هيك بس شوي شوي مش دغري اليوم اوقات دغري بعد كم شهر ابتدت المشاكل بدنا نطلق شو بدنا نطلق كل انسان بهالدنيا هو سر اكتشف الاخر خذ وقت لتتعرف عليه سامحه خلينا نكون متواضعين بعلاقاتنا وشوي شوي بنكتشف انه فينا نتقدم بالحياه، إذا نحن بنكمل بعلاقتنا مع بعضنا البعض بنصير نفهم الآخر أكثر وأكثر. نفس الشيء مع الله، الأولاد الصغار بنقول لهم في إذا بتعمل الخير الله بيكفيك، إذا بتعمل الشر الله رح يعاقبك، ولكن العلاقة مع الله أعمق بكثير من هيك. يعني بدنا نمرق يمكن نكتشف شوي شوي إنه في ألم بالحياة، ممكن يكون في فشل، ولكن الله من خلال هالأشياء بيعمق إيماننا. في قصة كتير حلوة بيخبروها عن القديس اغسطينوس مرة كان القديس اغسطينوس ماشي على شط البحر وعم بيتامل بسر الله سر كبير عليه طبعا مش قادر يفهمه عم بيفكر عم بيجرب يفهم بعدين بيشوف ولد صغير واقف عامل حفرة بهال بهالرمل ومعه صدفة بإيده ياخذ شوية مي من البحر ويحطها بالحفرة ياخذ ماري من البحر ويحطه بالحفرة صار يبتسم اغسطينوس راح للولد قال له يا ابني شو عم تعمل قال له بدي افضي البحر بالحفرة بيرد عليها الولد بيقول له أسهل أنه الواحد يفضي البحر بالحفرة من أنه يفهم سر الله بذهنه هذا كان إيمان وواقعية بطرس يلي خلته قدر يكمل بطريقه ويعطي إيمان ويفهم تدريجيا سر الله العظيم إخوتي لما بنتقدم لله دايما خلينا نتقدم بتواضع وبإيمان ونطلب من ربنا أن يعطينا الروح القدس حتى نفهم هالسر يلي أكبر منا بكتير وشوي شوي ربنا يعطينا أنه نعيش منه ونتقوى ونكبر أسبوع مبارك للجميع